ارجع تاني للاتحاد او اللجنه الخماسيه، نعم. هل من الممكن ان اللجنه الخماسيه تكون عندها بلان خلال الفتره القادمه لعوده كرة القدم المصرية؟ أو أنت تعرف مثلا لا، أنا أعتقد يا كابتن أسامة طبعا أي حاجة يعني أي قرار دلوقتي بيخص الرياضة يجب أن يكون مبني على قرار من وزارة الصحة، يعني وزارة الصحة هي لحد ما سيئة. لا بس وأنت قاعد كده ما بتبقاش عارف البلان، يعني ما بقاش حاطط في دماغي 3 4 5 سيناريوز مثلا إن أنا لا عندي. طبعا لازم، لا 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 هو طبعا حتة عودة النشاط لازم طبعا اللي بيديره الاتحاد عادين خط، يعني ايه مشروع واحد مشروع اثنين مشروع ثلاثة لو حصل كذا، زي بالظبط ما قلت لك في اوروبا احنا النهارده هنيجي 1 مايو لو اتاخرنا يبقى 1 يونيو لو اتاخرنا يبقى ماكسيمم 15 يونيو، لازم طبعا يكون دايما في خطط بديله وخطط انقاذ للموسم لان هم برده عندهم التزامات ماليه. ولكن الميزه اللي عندنا بعد الغاء الاولمبياد ان احنا ما عندناش اي ارتباطات في الصيف، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت واحد من شويه ان احنا في الدوري بتاعنا ما فيهوش ازمه، انا ممكن انهي الدوري 30 اغسطس وابدا اقول للانديه على فكره يا جماعه احنا مفيش فتره اعداد، احنا هنبدا 10 9 وناجل كمان من الموسم الجاي زي ما حصل السنه دي. انت وصل بيك الامر انك اجلت المباريات رغم النقط اللي انت حطيتها في اللائحه بتاعت الموسم، يعني انت قلت مثلا الفريق هيجي من بره مش هيلعب او هيلعب ماتشه بعد اربع ايام، فحد قال لك والله انا اتاخرت، اتاخرت ساعتين انا اسف ممكن تاجل الماتش، فبتاجل. فاحنا الامور عندنا لحد ما شويه يعني مرونه، ولكن انا في وجهه نظري اعتقد اللجنه الخماسيه في الوقت الحالي كل همها طبعا هي الفتره بتاعتها تمتد لغايه سبتمبر عشان يحضروا للانتخابات، ولسه مش عارف نهايه فترتهم اعتقد شهر 7 يعني المفروض 1 يوليو، لكن هيبقى اعتقد الاخبار الاخيره ان هم هيتم التمديد ليهم لمده شهرين عشان يتم التحضير لانتخابات نهايه السنه، وكمان طبعا بسبب الظروف الحاليه بتاعه كورونا اكيد هتخلي الفيفا ما عندوش اي مشكله ان هو يمد فتره التعيين. هل من الممكن ان نرى